اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فيديو مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. اتمنى ان شاء الله انكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحة جيدة. صباحكم مبروك، هذا نهار جديد وامنا في الله كجديد. اليوم غادي نناقش معكم موضوع اننا نرجعوا نقضوا العشاء من بعد رمضان. اكيد كلكم ولفتوا الصهر من في الشهر الفضيل، كلكم ولفتوا انكم تعشوا في واحد الوقيته معينه، خاصه الشباب والجينيراسيون ديالي واللي صغر مني هكا واللي فات، انه تبقى سهرانة لمده طويله. فموضوعنا اليوم، واش قدرتوا تقادوا العشاء ديالكم من بعد السهر الفضيل؟ واش ما لقيتوش صعوبة انكم تأدبتوا مع الاجواء العادية من بعد شهر رمضان؟ مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم، نتلاقاو ان شاء الله ونهضروا وتبادلوا وجهات النظر. نقراو الكومنتير. لاله حميد، لاله حميد انا معاك، مرحبا. عبد الاله وعليكم السلام اخويا. حميد كيقول لنا باقي مخربق النعاس، مازال فايقين والو، بزاف الناس وافات هي كتقول لك والو ما قدراتش تقاد النعاس. بزاف منكم اللي لاقين صعوبه انهم يتادبطوا، دابا الان مازال ما نعسى النعاس تخربق. قلت دابا كلكم مخربق لكم النعاس. اكيد كاين بزاف الناس اللي يحاولوا انهم يادابطيو العاد ديالهم من بعد الشهر الفضيل، ولكن كاينين بزاف ديال الصعوبات. مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم، هذا نهار جديد ان شاء الله يا ربي. انا ما غنعسينو بخدمتي ونصبر حتى الليل، انا ما غنعسينو بخدمتي ونصبر حتى الليل. فعلا انا حميد، لكن انا باقي فايق لدابا. السلام عليكم. فالمشكل اللي كاين شنو هو، انه كاين خصك تصبر ما تنعش، وملي تجي مثلا في الليل نعش. يعني الا كنتي مثلا سهرتي مثلا البارح اليوم، حاول ما تنعش بالمره، وابتداء من الغد من اليوم في الليل كتحاول انك تنعش، وهكا كتكون بحال قديتي النعاس ديالك. يعني مافوقش شي زعما بواحد لا مش مش بسلامة. رحال كيف هي مازال فايق لحد الآن؟ نفس الكومنتار كتبو عبد الله. ريم تحياتي ليك، صباحك مبروك. ما قلنا مشاهدنا الكرام، شفت واحد لاقى صعوبة أنه يقاد النعاس ديالو من بعد الشهر الفضيل. صباحكم مبروك، إن شاء الله أنكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحة جيدة. شيماء شكرا لك، مرحبا شيماء. أنا على مستوى شارع أنفا، ماشي كيسولوا عليا، أنا على مستوى شارع أنفا. الناس كتوجه العمل ديالها، الله يوفق الجميع. الناس اللي كتقرا تقريبا على وجه شهادة الامتحانات، الله يسهل امرها، الله يعاونكم يا ربي ويسهل امركم. نتمنوا انكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحة جيدة. صباح النور، صباح الخير والتيسير.
مشاهدينا الكرام حتى هنايا ما بقى لي غير نقول لكم اللايف ديالنا وصل النهايه ديالو. اكيد بزاف منكم اكدوا على ان النعاس مازال مخربق عندهم، فالواحد كما قلنا يحاول انه يصبر ما ينعس وسط النهار، وفي الليل اكيد غادي ما يقدرش يقاوم وغادي ينعس. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا على خير وبخير، شبا لكم تلاقوا في الخير، الله يعاونكم.